السلام عليكم اخوان الاخوات، اللي ما شاء الله غنوريكم كيفاش كنركبوا الشوفو. ماشي كيما اي شوفو، يعني الطريقه ديال اي شوفو، ماشي ضروري حنا الماركه. قد ما كنوريو حنا الطريقه ديال الشوفو كيفاش كيركب، كيفاش غنركبوا هاد الشوفو من الاول حتى الاخر. هاد البلاصه ديالو هنايا، وكما كتعرفوا عندنا الشوفو الغاز خاصها تكون البلاصه ديالو تكون تهويه. الا ما كانش تهويه راه ما كاين، ما يمكنش تحطو في شي بلاصه غير كتحطو في يكون في شي بلاصه خطر. واحد المساله اخرى، كما كنقولوا دائما خصنا نقطعوا الماء. دابا هنا البارد والسخون ما عرفناش شكون فين هو، خصنا حنا ماشي حنا اللي خدمنا الانستالاسيون. حنا غنقطعوا الماء وغنحيدوا هاد البوشونات بجوج، من بعد غنسيو الماء شكون هو البارد وشكون هو السخون باش ما كينقلبوهمش. شوفوا خليكم معنا نتوما غتشوفوا الطريقه من الاول حتى الاخر. من بعد وقت على الماء دابا غنحيدوا هاد جوج البوشون باش نعرفوا شكون هو البارد وشكون هو السخون. هو انا دابا كتكون غالبا كيكون كنعرفوا شكون هو البارد، خاطرش كي كنحيدوا البوشون كيخرج الماء اما من هنا اما من هنا، حيت ما كاينش واحد فيكسي اللي كيكون مشانتي. هذا معايا كيجينا ساهل، ولكن غنتاكدوا. نتوما من بعد ما حيدنا هذا، حنا غنطلقو دابا الماء بشوية باش نتأكدو. كنحطو يدينا هكا هي باش ما يرشناش الماء. كما كتشوفو معنا هذا هو الماء من هنا خرج، هذا هو البارد. دابا غنركبو واحد روبيني داري، روبيني إيكار اللي كنا درنا عليه الفيديو قبل من هذا، باش إن شاء الله ميبقاش فاش عندنا شي مشكل فشوفو كنقطعو منو غير هو. غنركبو أول حاجة نفيكسي منه، هو كيما هداك جاب السخون. وهذا هو روبين إيكري اللي هضرتلكم عليه في الفيديو اللي قبل من هذا، اللي كيخدم الدور ديال روبين دار. كنديروه دائما كنديروه في جهة البارد، باش إلا وقع شي مشكل تشوفو ولا شي روبين السخون كنقطعو غير من هذا. بعدا ملي كنركبو هاد روبين إيكار يعني ممكن كنسدو غير هو ونطلقو الما ديالنا. هو دابا الما غنطلق، هاد النوع الفيكسي ناس بعد المرات كيكون طرويت هنايا على حساب النوع تشوف. دابا حاليا ندير الأن دو، هنا غنركبو هذا الثاني تلقى كيكون مال فيه اندومي اندومي، كاين مال في الاول وفي مال في الاول. ومن بعد ما ركبنا الفيكسي بلات ديالنا والروبين ايكار ديالنا باش كيبقى لنا المشكل دابا غير على الشوفو. غنجبدو دابا الشوفو وغنشوفو الطريقه ديالو. هادو الكاس كيكونو مع الشوفو، هادو جوج لي بيل جوج الحجرات، البطاريات كيكونو معاها، هذا الشوفو اوتوماتيك كيشعل اوتوماتيك دغيا، خصو جوج بطاريات بهاد الحجم هادا. الشوفو ديالنا ديما كنبقاو نقراو كنشوفو فين هو الباب، اللي ما عارفش كيشد الكتاب ديال الشوفو كيشوف الشوفو كيقرا فين هو الباب وفين هو السخون وفين هو البيت. ها هو هنا كاتبين، إلا لاحظتو معايا هما كاتبين هاد الشوفو هذا، هما كاتبين هنا هذا راه ديال البرد، هنا هذا السخون وهذا الغاز، هما كاتبين كل حاجه كاينه كاتبين بلاصه. وهاد البطوله ديما تكون هنايا باش كيشعل، هادو بلاصه الحجرات بلاصه البطاريات. وانتم غتشوفوا بهذه الطريقه كيفاش كنركبو.
يكونش قريب من السقف بزاف، يعني يكون المايل مينيمو 50 سنتيم باش ما يديرلاش الدخان. شحال ما لعبنا على السقف تيكون مزيان هنايا في هاد البوزيسيون، هو مزيان. بعد ما نوصل تيكون الشبو فيه ولا جوج تقابي ديال باش يتعلق بالكروجيات، هذا فيه غير بلاصه وحده، يعني ما كنحتاجش باش ندير الميزان ولا نصفرو باش ندير باش يبقاي، يعني تقبه وحده كافيه. ولكن ملي يكونوا جوج تقابي مثلا وحده هنا وحده هنا، ضروري تسد الميزان ما باش كتجي داك الشبو بقى في التعليقه ديالك. كما كنستعملو هاد الكروشيات هادا باش كيجي الشوفو كيتعلق فيها مزيان. كيما كتشوفو هادي التعليقة ديال الشوفو هنايا، هادا هو الكروشي ديالو، يعني هادا فيه واحد كاين لي كيكونو فيه جوج، كيكون بحال لي كيكونو جوج هنايا. كما قلنا هذا السخون خصو يكون في السخون هنايا، كنكملو الكويبي ديالها ومن بعد كنكملو الدورة بالكرمونات. وهذا البرد تا هو كذلك هو كيكون في بلاصتو، يعني دائما البرد في البرد والسخون في السخون، إلا قلبتي وما يشعلك الشوفو يعطيك بأن راه كاين شي مشكل. كنشوف واش كاين شي مشكل، ها هو نطلق الماء. هذا الراكور ديال الغاز دائما كتاكد واش كاين فيه واحد الجلده في الداخل، يعني كتزيد كتزيدو جلده اخرى من الاحتياط، خصوصا الغاز ضروري خصك دير مع الاحتياط. الغاز كنكبو في بلاصتو هي نزيرو. كنشوفو البطارية، دائما كنشوفو البطارية كيفاش طريقة التركيب ديالو، فين هي الزائد وفين هي الناقص. فين كنشوفو دابا هنا الفوق الزائد وتحت الناقص، كنتأكدو واش خدام من الكتاب التاني ولا لا. كنتبغي تخشونا كيكون الشوفو خدام، هما كيبان الأرقام كيعطيك العظام ديال شحال السخونية ديالهم. دابا مثلا كان عندنا مشكل في السخون، انتما كما كتشوفو راه السد هدا هو يتقطع الماء لداخل الدوج، ها هو الحمام تقطع فيه الماء. يعني إلا كان داك المشكل في هاد الفيكسيبل هدا ولا في هاد الفيكسيبل هدا ولا في شي أي في أي روبيني في الدار ديال السخون كيتقطع الماء مي من هاد البلاصة هدي، متحتاجش تقطع من الدار. غنشوف هو غيدير الأمر، هيا خدمت، كنعتبر دابا كاينة فيها 32 درجة الماء، ولكن باقي ماشي عند الفريزر مكملوش البوطا. وهادي هنا اون اوف، هادي الا بغيتي ما يشعلش كتبقى ديما هو، كاين من الاحسن كنستحسن انك تخليه شاعل دائما باش اي واحد طلق الماء في اي بلاصه يشعل الماء السخون. واحد دابا غنركبو له البوطا وغنشعلو وغتشوفو قدامنا الطريقه كيفاش كيتستعمل. دائما ملي كنبغيو نركبو تيوب البوطا كيجينا بحال هكا لانه صعيب باش يدخل، كنحاول نسخنو شويه بالبريكا باش كيمسح. انتما غتشوفو معايا هاد العمليه هادي، وحتى باش كيعاون بانه كيتجمع، باش كيعاون ما يبقاش يكون شي تصرف ديال الناس. كما كنشوفو دابا غيكون ساهل، كنزيد نعاونو بهاد الكولية هادي ديال التيو. من بعد قبل ما تشعلو الشوفو كتسي واش كاين شي تسرب ديال الغاز هنا ولا في الطوندور، باش كيكون دائما العمل كيكون ديالكم مسيكيوريزي. هانتوما غادي تشوفو دابا هضرنا الغاز واش كاين شي تسرب ديال الغاز، لقينا الحمد لله مكاينش. دابا حنا غنشعلو الشوفو، هو غيخدم الروبينة، حنا خلينا في الدوش شاعل
دابا حنا غندخلو المعجن هنا وغيبان لنا الشوفو عيشة. كما كتشوفو هو الشوفو تاعو غندخلو من هنايا هو الشوفو شاعل. هاي السخونية كتطلع كتبان كدا السخونية شحال كتطلع. بالنسبة لهاد الريكاج هنا في هاد ديال الشوفويات غنوريكم لكم شنو هو الريكاج. هنا كنقطعو نسدو نسمع الصوت. بالنسبة لهاد الريكاج ديال هاد الشوفو هذا في هاد الماركة ديال هاد الشوفو هادي كيكونو مسدوش على السمية. السمية مكنديوش يعني جميع أنواع ديال بحال هاد الشكل هذا راه كنشوفو عندهم نفس الريكاج. كتلقى عندهم هنا كيقولك العافية واش مينيموم وماكسيموم يعني شحال ما زدتينا العافية شحال ما دورت عليه العافية غتبقى تزاد. هانتوما غتلاحظو معايا العافية هنايا شحال ما غندير هي تزاد. هانتوما كتشوفو كتنقص هي كتزاد. يعني حنا دابا في هاد الوقيتة هادي منحتاجوش يكون العافية مجهدة غنحاولو نقصو لها شحال ما كانت العافية ناقصة مزيان. هذا هنايا الريكراج ديال الماء يعني كيقولك المينيموم والماكسيموم. يعني شنو هو المينيموم والماكسيموم؟ يعني شحال ما كان الماء مجهد إذا درت دابا هكا الماء غيكون مجهد ولكن إذا درت له هكايا غيقلل الماء. إذا قلل الماء كيتعطل الماء في الشوفو يعني في السير بونتا اللي كاينة تاع الرادياتور كيتعطل الماء في الشوفو وكيولي الماء سخون. ولكن إذا درنا هكا الماء دغيا كيدوز يعني كيدوز دغيا في الشوفو كيتسارى ويمشي كيمشي للدوش كيمشي غير دافي. حنا بغينا الماء ديالنا يكون سخون يعني خصنا نقللو له هادي. بالنسبة لهادي هي هادي كتعطيك واش الصيف ولا الشتا. الا بغيتي الا كنتي في الصيف يعني كدير غير يعني كدير هادي كيبقاو شاعلين غير واحد جوج شهادات. هانتوما غتشوف ها هي غتبان لكم كتبان لكم هنايا جوج شهادات شاعلين. ولكن ملي غندير الجهه الاخرى ها هما شاعلين اخرين ها هي طفا ها هو شاعل شتو غادي فيه ثلاثه ديال البوزيسيون فيه الاولى والثانيه والثالثه. يعني حنا غنخليوها في الوسط دائما نخليوها في الوسط في ايامات البرد فاش كيكون الماء بارد والجو بارد كنديرو في هاد البلاصه هادي. انتما كتشوفو معايا الحراره 45 درجه يعني راه كافيه وتدواش. نتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان بهذا الموضوع هذا وما تخرجوا علينا في التعليق ديالكم وبالبارطاج واللي عنده اي تساؤل يخلينا في التعليق. شكرا لكم ومع السلامه.